من أساليب الإخوان المسلمين أيضا صرف الناس والشباب خاصة عن العلماء والعلم الشرعي، فيصرفون الناس عن العلماء بإبراز مشايخ يلعب الإعلام دورا في إظهارهم وصناعتهم وشهرتهم، حتى ينشأ الشباب لا يعرفون إلا هؤلاء المشايخ الذين في الساحة أو في الإعلام، ويبعدون عن كبار العلماء وحضور دروسهم وعلومهم مرة بهذه الطريقة ومرة بلمزهم، لأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم يعني غير مستقلين وأنهم يعني مضغوط عليهم من الدولة، يفتون إذا أرادت ويسكتون إذا أرادت، وليس لهم هم ولا وظيفة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه، مثل هذه العبارات التي تقلل من شأن العلماء عند الشباب، ويمدحون مشايخهم يعني مشايخ الصحوة بأنهم العلماء الحقيقيون وأنهم قالوا كلمة الحق ولذلك سجنتهم الدولة. عجيب، نقول إذن بن باز لم يقل كلمة الحق 70 سنة وهو في الدعوة والتدريس والتعليم، وكذا ابن عثيمين وغيرهم وابن فوزان رحم الله من مات وحفظ من بقي، هؤلاء ما قالوا كلمة الحق. فانظر إلى لمزهم لعلمائنا كيف يكون بعض الأحيان بالتصريح وبعض الأحيان بالتلميح وبعض الأحيان يكون مباشر وبعض الأحيان يكون غير مباشر، فنشأ كثير من الشباب على هذا.